خبرتوها لعمتي انه ما في بيبي؟ هلا رح تزعل كتير. يا اي طلعوا الكل عم يستنوا البيبي، ما حدا عم يستنى. برأيي خلونا نسكر قصة البيبي. ايه خلونا نحتفل برجعة ماما على البيت. كثير بغيابي انا اضطريت اني اعمل هالشي بالبيت لانك انت عطيتيه موعد. مزبوط تعبتي بس كثير حلو. الشغلات اللي كنتي منقيتيهم اعطوني فكره، بس لا تاخذيني ما اخترت نفس الشغلات، صح كانوا حلوين بس اخترتي اللي بدك اياه لانك فكرتيني ما رح ارجع. برايي صار كثير حلو. أنا كنت مفكرة بشغلات تانية بس مو مشكلة بتعوض. وصاير بعض التغييرات بالمطبخ كمان. لا ما تغير أي شيء بالمطبخ. مبلا متغير الطبع والسلوك، هذا قصدي بهالحكي. قللوا أدب شي؟ هلا اتركن وخلينا ما نزعج حدا، ما بيستاهلوا الحكي. كأنه البرادي. يلا مو مشكلة جبتوهن وخلصنا. إذا ما عجبوكي منقلن يبدلوهن. ما بعرف بس كأنهن بيزعجوا العيون. أنا ما زعجوني أبدا. أذواق الناس بتختلف كتير. هي كليشة بس مزبوط. شو صاير لك اليوم؟ تقريبا ما شربتي شي. لا عم بشرب. رنين كل ما شافت فستان عروس عم تصوره وتبعت لي على الايميل، هي مطوشة أكثر مني. أنا رح انفجر من كثر ما أكلت. نهال خلتهم يعملوا الحلويات اللي بتحبيها، يعني لسه بدك تاكلي. إذا ما أكلت ما بتزعلي مني ما هيك؟ أكيد لا. وبرأيي أنت لا تاكلي. انتبهي على حالك ليوم العرس، بظن وزنك شوي زاد. لا، مثل الليرة. بس تطيب إيدي رح بلش برياضة فورا. قعدت ما عاد تحركت. معناتها خلينا هالمسا نتحرك وننبسط شوي كمان، شو رأيك؟ معقول قول لا؟ برأيي لا تروحي وإيدك هيك، بلكي حدا ضرب بإيدك. هذاك اليوم ضربت مرة بإيدي وقت اللي كنت بالسوق عم جيب غراض، كتير وجعتني. ما قلتي لي حبيبتي؟ الحمد لله ما صار شي بس وجعتني شوي. لا سمح الله إذا صار شي بيتأجل العرس. لا سمح الله. الله بس لازم تنتبهي كتير. لكن بروح أنا وياكي على مكان هادي. إلا بده يطلع ما عم بيقدر يقعد. شو رأيك نطلع باليخت؟ والله بتتجمدوا شو جنيت. بس القمر بدر. إيه منلبس منيح ومنلف حالنا بالبطانيات. فكرة حلوة. والله انتو ما فيكن عقل بنوب. ما رح اسألكن وقلكم تاخدوني معكن. قلت انا وهي. انتبه شو عم تحكي. حبيبي اتصل فيهم مشان يجهزوا اليخت فورا. عم بعمل مجسم جديد بعدين فرجيك اياه. شوفوا حبيبي بس بالأول لازم تشوفي لوحة الحفر اللي عملها بابا.
لسه ما خلصت. ويكون لنشوف انت لمين بدك تشبهيها. ان شاء الله ما عملتني شريره لانك معصب مني. الراي لك. انا جاهز. وانا كمان. بس حبيبتي البسي هاد بالاول. انتبه شوي شوي شوي. يسلموا حبيبي. يلا بخاطركم. مع السلامة. أصحكم تبردوا. لا يكن لك فكر، أخذت معي كنزات احتياط. مع السلامة، تفرجوا على الأمر منيح. وانت لا تقعد كتير هون، تركن للشباب لوحدهم شوي. لكن أنا رح روح أشتغل بالمجسم تبعي. خاطركم. خاطركم. مع السلامة. Thank you.